تم في المقر العام للأمم المتحدة في نيويورك اختيار مملكة البحرين لاستضافة المؤتمر العالمي لريادة الأعمال 2019، ما يؤكد مكانة المملكة كدولة ملائمة للأعمال ومركز عالمي رائد في مجال ريادة الأعمال والابتكار. ويستقطب الحدث السنوي العالمي آلافا من رجال الأعمال والمستثمرين والباحثين من أكثر من 170 بلدا حول العالم. تم الإعلان عن فوز البحرين باستضافة المؤتمر العالمي لريادة الأعمال عام 2019. And today we are truly honored and very very excited to announce that the Global Entrepreneurship Congress in 2019 will be held in the Kingdom of Bahrain. جرت خلال هذه الفعالية جلسة نقاش بإشراف جوناثان أورتمان رئيس الشبكة العالمية لريادة الأعمال، شاركت فيها العديد من الدول تجاربهم ورؤاهم المستقبلية حول أسبوع ريادة الأعمال الدولي، ومن هذه الدول أمريكا وتايلاند وبلجيكا وتونس والسلفادور والصين وأفريقيا، وتحدثوا جميعا بفخر عن اقتدائهم بتجارب البحرين واستلهامهم من خطواتها الناجحة. لقد تأثرنا جدا بالمنهجية التي كانت المؤسسات في البحرين تتخذها، سواء كانت تمكين فيما إذا كنا نتحدث عن صندوق العمل أو وزارة الخارجية أو بعض الشركات التي تحدثنا إليهم. إننا معجبون للغاية بالتعاون بين أصحاب المصالح في البحرين، ونشعر فعلا أن هذا هو ما خلقت من أجله الشبكة العالمية لريادة الأعمال، جمع أجزاء مختلفة جدا من النظام البيئي لنستطيع خلق بيئة صحية لجميع رواد الأعمال. لهذا نحن متحمسون جدا لقدومنا إلى البحرين. مبارك حق البحرين حكومة وشعبا على فوزها في شرف استضافة مؤتمر العالمي لريادة الأعمال. المؤتمر العالمي لريادة الأعمال واحد من أهم الفعاليات العالمية اللي تصير حول العالم حول ريادة الأعمال، في موضوع ريادة الأعمال بالتحديد. سعيدين جدا بقدرتنا على استضافتها. أتصور أهمية هذا المؤتمر أنه راح يبرز دور البحرين في موضوع ريادة الأعمال بشكل عام، وقدرة البحرين مع رؤية جلالة الملك حق هذا الموضوع، الرؤية الاقتصادية لجلالة الملك بالتحديد، راح يعطي دفعة أكبر أتصور حق الجهود المحلية في هذا الصدد. وحضر هذه الفعالية الشيخ عبد الله بن أحمد بن عبد الله آل خليفة وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية، والسيد خالد الرميحي الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية، ومندوب مملكة البحرين لدى الأمم المتحدة السفير جمال الرويعي وأعضاء آخرون. حظيت مملكة البحرين بشرف استضافة الكونغرس العالمي لريادة الأعمال في عام 2019، وقد اختارت الشبكة العالمية لريادة الأعمال مملكة البحرين بعد منافسة قوية مع ولاية سان فرانسيسكو الأمريكية. هذه المؤسسة التي يقودها باقتدار معالي الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة رئيس مجلس الإدارة، ومن خلال الفريق التنفيذي المتميز بقيادة الدكتور إبراهيم جناح الرئيس التنفيذي لتمكين، استطاعوا أن ينافسوا كبرى دول العالم في وضع مملكة البحرين على خارطة العالم لاحتضان هذا المؤتمر الهام في عام 2019. وتقام هذه الاحتفالية العالمية في الأمم المتحدة برعاية البحرين، لما حرصت قيادتها وحكومتها على تنفيذ برنامج شامل لدعم مواطني مملكة البحرين ومواجهة التحديات المتوقعة للعقد المقبل من خلال تعزيز روح الريادة ونشر ثقافة ريادة الأعمال. يأتي الإعلان عن فوز مملكة البحرين باستضافة المؤتمر العالمي لريادة الأعمال في عام 2019 تتويجاً للنجاحات المستمرة وإنجاز جديد من أجل مستقبل جديد. نادين الحيري، تلفزيون مملكة البحرين، الأمم المتحدة، نيويورك.